تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وصباح التفاؤل وصباح السعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. ودائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل يعكس دائما آثار إيجابية أو له آثار إيجابية على صحتكم. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ومشاركتكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل لا نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، دائما نذكركم مستمعين الأعزاء بأن التباعد الجسدي وترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين بحيث لا تقل عن مترين يساهم هذا بشكل فاعل في الحد من العدوى بفيروس كورونا. ومثل ما عودناكم بالنسبة لفقرة الأخبار المحلية والعالمية، اليوم عندنا خبر عن انطلاق فعاليات معرض جايتكس للتكنولوجيا والمعلومات، وفقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات الهيئة أو صفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية. فرت خدمات هيئة الصحة بدبي اليوم وتحت مشاركة الهيئة بمعرض جايتكس إطلاق نظام ترميز ومصحنا الطبي لهذا اليوم الخرف الوعائي. أما عن فقرة التغذية اليوم تحت عنوان أطعمة تقلل حموضة المعدة، وعن فقرة صحة الطفل اليوم تحت عنوان الإمساك عند الأطفال. فهي كلها مستمعين الأفاضل فقرات برنامجنا هذا اليوم، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. انطلاق فعاليات معرض جايتكس للتكنولوجيا المعلومات صباح هذا اليوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تشارك هيئة الصحة بدبي بحزمة من تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال المعرض الذي سيستمر حتى 10 ديسمبر الجاري. وتأتي مشاركة هيئة الصحة بدبي في المعرض بهدف تعريف أفراد المجتمع والمستثمرين والمهتمين بالشأن الصحي بمشاريعها وتطبيقاتها وخدماتها الذكية، واستعراض آخر مستجدات البرامج والتطبيقات والحلول الذكية التي تتبناها هيئة الصحة بدبي بمختلف منشآتها الصحية، وتوعية وتعريف المتعاملين بكيفية الاستفادة من هذه الخدمات المميزة. وتدعو دائما هيئة الصحة بدبي زوار المعرض من مختلف شرائح المجتمع إلى التعرف عن قرب على خدماتها وبرامجها الذكية التي سيتم عرضها بشكل مفصل طيلة أيام المعرض. ومن معرض جايتكس إلى فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا مع الأخت أسماء، ولكن بننتظر ترد علينا الأخت أسماء الجناحي، بناخذ فقرة السوشيال ميديا. ولكن أيضا عندنا خبر ثاني عن موضوع قناع وجه مغلف بالملح لقتل الفيروسات بفعالية. طورت باحثة كندية قناع وجه ثوري يحتوي على طبقة من المحلول الملحي الذي يعمل على إذابة القطرات التي تحتوي على فيروس كورونا قبل أن تتمكن من الوصول إلى الوجه. قالت الأستاذة إيلاريا الحاصلة على درجة الدكتوراه حديثا من قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد بجامعة ألبرتا الكندية، إن المحلول الملحي والمائي الذي يغطي الطبقة الأولى أو الوسطى من القناع سيذيب القطرات قبل أن تتمكن من اختراق غطاء الوجه.
وأيضا مستمعينا، وبحسب الدراسة فإن تبخر السائل يؤدي إلى نمو بلورات الملح مرة أخرى، والتي تعمل كسلاح شائك يقوم بإتلاف البكتيريا أو الفيروس خلال وقت لا يتجاوز 5 دقائق. وأيضا من المتوقع أن يكون القناع المطلي بالملح متاحا تجاريا العام المقبل بعد الموافقة عليه من الجهات المختصة، وفق ما نقلت أو نقد صحيفة CBC أونلاين. هاي فقرة أخبارنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. وأيضا أذكركم بأن هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بإمارة دبي في مول الإمارات، وأيضا في مردف سيتي سنتر، مول المردف سيتي سنتر، وأيضا سيتي سنتر ديرة. وإمكانكم مستمعين الأفاضل بالتواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 803-42 للمزيد من المعلومات. والخدمات هاي مثل ما ذكرنا في المرات السابقة بأنها لا تحتاج إلى موعد مسبق، ولكن إذا حابين تعرفون أكثر عن هاي الخدمات المميزة اللي تقدم هيئة الصحة بدبي بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني. مستمعينا الأعزاء، ناخذ فقرة السوشيال ميديا ومع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعليكم مستمعين إذاعة نور دبي. صباح النور وصباح السعادة. واليوم طبعا انطلاق فعاليات معرض جايتكس، أسمى شو بتعطينا اليوم من معلومات أو مستجد في موضوع وسائل التواصل الاجتماعي؟ نحن حاليا مثل ما ذكرت اخوي عبد الله موجودين في معرض جايتكس، ومن الصوت يبين يعني نحن موجودين في معرض جايتكس. نعم. موجودين تاريخ المعرض مستمر لين تاريخ 10 ديسمبر ان شاء الله، ومن الساعه 10 لين الساعه 6 المنصات جميعا موجوده. وهيئه الصحه في منصتها في الكثير من الخدمات الجديده والحلول الذكيه الجديده موجوده فيها، لكن نبدأ بتغريدات كانت لصاحبة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. يقول فيها ينطلق غدا، هي التغريدات كانت يوم أمس، ينطلق غدا معرض جايتكس في دورته 40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية وبمشاركة 200 مهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد. جايتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالميا، ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم. سنختتم 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى. 2021 عامنا 50 ويوبين الذهبي، وسيكون مختلفا عن جميع الأعوام بإذن الله. هاي كانت تغريدات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوم أمس في تويتر. نحن ندعو الجميع أيضا لمشاركتنا، ويتابعون حسابات قنوات التواصل الاجتماعي ويتابعون الستوري. نحن راح نتكلم عن كل الخدمات والحلول الذكية الموجودة في منصة هيئة الصحة بدبي، ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة ويعطيك العافية أختي أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرنا في البداية بأن انطلاق فعاليات معرض جايتكس اليوم ومشاركة هيئة الصحة بدبي مع تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكية خلال هذا المعرض. اليوم بنستضيف الأستاذ غانم عبدالله لوتا، مدير إدارة الأصول والممتلكات بهيئة الصحة بدبي، للتعريف عن إطلاق نظام ترميز. ولكن بناخذ وياكم فاصل، ودائما نحن نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا الاعزاء على الارقام 600551414 وعلى الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006. ومثل ما ذكرنا مستمعينا الاعزاء بان اليوم انطلاق فعاليات معرض جايتكس للتكنولوجيا والمعلومات صباح هذا اليوم، وهيئه الصحه بدبي تشارك بحزمه من تطبيقاتها وخدماتها ومشاريعها الذكيه خلال هذا المعرض. طبعا ضمن مشاركة هيئة الصحة بدبي فعاليات معرض جايتكس 2020 تطلق هيئة الصحة بدبي بعد قليل نظام ترميز المتطور لإدارة الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك ضمن جهود الهيئة لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للقطاع الصحي في هذا المجال. للحديث مستمعينا عن موضوع النظام بيكون معانا الأستاذ غانم عبد الله لوتاه بعد قليل. طبعا دائما هيئة الصحة بدبي وفي كل دورة من دورات معرض جايتكس للتكنولوجيا هناك الكثير من المشاريع والتطبيقات اللي تشارك بها هيئة الصحة بدبي خلال معرض جايتكس. بنتعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن إطلاق نظام ترميز مع الأستاذ غانم عبد الله لوتاه مدير إدارة الأصول والممتلكات بهيئة الصحة بدبي. استاذ غانم لوتاه صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالنور والعافية اخوي عبد الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك استاذ غانم. نحن طبعا نبارك لكم يعني اولا انطلاق فعاليات او معرض جايتكس 2020، ومن المعروف ان دائما مشاركه هيئه الصحه بدبي في الكثير من البرامج والكثير من التطبيقات والخدمات والمشاريع الذكيه. اليوم حابين استاذ غانم نتعرف اكثر عن البرنامج اللي بيتم اطلاقه، نظام ترميز. لو تعطينا فكره استاذ غانم لوتاه، فكره عامه عن نظام ترميز. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء احب اشكركم على اعطانا هذه الفرصه لاستعراض الخدمات الذكيه من خلال معرض جايتكس لهيئه الصحه في دبي. هيئه الصحه كما عودتنا دائما من خلال معرض جايتكس تطلع مجموعه من المشاريع المتميزه الذكيه لتخدم المريض في الأساس، وتعد الأطباء على القيام وتسهيل مهمتهم للقيام وظيفتهم كأطباء. طيب أحب أستعرض وياك أخوي عبد الله مشروع ترميز. نعم. مشروع ترميز يعتبر من المشاريع المتميزة أو الأولى نقدر نقولها على مستوى المنطقة من خلال تحويل الخدمات المخزنية إلى خدمات ذكية عن طريق التخزين المستلزمات الطبية والأدوية. طيب بتقول لي كيف يتم التخزين بطريقه ذكيه؟ نحن شرم ما نعرف المستلزمات الطبيه والادويه موجوده مجموعه من الاصناف، هاي الاصناف فوق 5000 صنف تحتاج تعريف واحد على مستوى العالم. هيئه الصحه استحدثت مشروع نظام ترميز. نعم. وقامت بتعريف هذه الادويه كامله لتسهيل عملية الرقابة، هي عملية التحكم في هذه المستلزمات الطبية والأدوية. تم التعريف بنسبة 100% على مستوى مخازن هيئة الصحة الحمد لله رب العالمين. هذا التعريف هذا يحوي مجموعة من المعلومات اللي تخدم الموظفين اللي موجودين في المخازن. هذه التعريفات من ضمنها المحتويات الدواء، سنة الصنع، تاريخ الانتهاء، المصدر، تاريخ مصدر الإنشاء، كل هالمعلومات تفيدنا نحن في المخازن لعملية التخزين، وكذلك تفض هذه الأدوية والمستلزمات الطبية على درجة حرارة معينة وفي أماكن محددة. هذا خدمنا بشكل كبير بشكل إلكتروني عن طريق بوابة إلكترونية. صحيح. أيضا أستاذ غانم تفضلت بأن يعني جميع الخدمات اللي
يعني تطلقها هيئة الصحة بدبي أو تعمل على تطويرها؟ الهدف هو يعني تسهيل الإجراءات، وبالأخص يعني تسهيل الإجراءات والعمليات للتعامل وإرضاء المتعامل وسعادته أيضا. فلو تذكر، لو تعطينا أستاذ غانم نبذة كيف البرنامج هذا يسهل العمليات على فئة الأطباء بالأخص، وإذا قلنا أن هناك بعض الأشياء سواء الأدوية أو المستلزمات اللي يحتاجها الطبيب غرفة العمليات، كيف يتم سلاسة يعني التصرف بهاي المواد من بعد ما تم تطبيق النظام الذكي؟ طال عمرك ترى ما تعرف أنت، يوم يكون الدكتور على علم محتويات المخزن اللي موجود عنده صحيح. يقدر بناء عليه يقوم بالعملية على أكمل وجه. نعم. كيف يعني؟ أنه بيحتاج مجموعة من المستلزمات، هاي المستلزمات توفر له بطريقة ذكية عن طريق بوابة إلكترونية، يتم طلب هذه الأشياء منه، في نفس الوقت يتم تحويله على غرفة العمليات ويتم تجهيزه. هذا يوفر عليه الوقت على الدكتور نفسه، كذلك يوفر عليه دقة المستلزمات الطبية. شرم ما تعرف أنت في المستلزمات الطبية أحجام جدا دقيقة. نعم. هاي الأشياء كل ما كانت عند الدكتور في الوقت المناسب، كل ما أعطانا نتائج متميزة من ناحية صحة المريض، من ناحية قيام العملية بأكمل وجه، من ناحية الوقت كذلك لتغرق العملية طال عمرك. صحيح. أيضا استغانم تفضلت بأن يعني النظام يعتبر من الأنظمة الدقيقة، فهل هذا النظام مطبق في جهات أخرى حكومية غير هيئة الصحة بدبي؟ هذا النظام طال عمرك يعتبر الأول على المنطقة. نعم. على أساس نحن سوينا له أول شيء على حسب المعايير العالمية، ثاني شيء دقة تعريف الأدوية تمت بحمد الله 100%، تعريف الأدوية والمستلزمات الطبية الأول من معاه. كذلك ما المانع إحنا إن يستفيدون منه، من المستشفيات الخاصة، من الجهات الثانية، عشان هذا التطبيق أو مشروع ترميز تم التعاون وياه مع حكومة الحكومة الذكية، حكومة دبي الذكية يعني. نعم نعم. أيضا أستاذ غانم عن أهمية النظام ودوره في توفير، أنت تحدثت بأن أيضا يعني من بعد ما تم تطبيق النظام هذا هناك في توفير في الوقت، هناك في دقة في النظام وتعريف الأدوية. لو نتكلم أكثر أستاذ غانم عن أهمية النظام ودوره في توفير الوقت. طال عمرك طبعا كل دكتور أو كل مستشفى له بروتوكول معين. نعم. لطلبات المستلزمات الطبية أو الأدوية. صحيح. طيب في حالة أنك أنت غير دكتور عندك، طيب كيف أنا أعرف شو الأشياء اللي تم طلبها أو الأشياء اللي موجودة في المخزن أو الأشياء اللي ما لي حاجة فيها؟ التطور في عملية المستلزمات الطبية والأدوية يتم بشكل جدا سريع. هاي الأشياء تسبب أن نحن كمقدمين خدمة الخدمات الطبية في هيئة الصحة صعوبة في شو الأشياء الجديدة عندنا. هذا النظام يوفر لي أحدث الأشياء اللي موجودة في السوق، الأشياء اللي بحتاجها أنا خلال الفترة القادمة لثلاث شهور، وشو اللي ما بحتاج له. بناء على هذه الطلبات اللي تتم عن طريق المشتريات أو عن طريق السياسة اللي توضعها الإدارة العليا في توفير الميزانيات، يتم تحديد الميزانية بالضبط والاستفادة منها بطريقة محددة عن طريق التحكم بالاستفادة من هاي المستلزمات الطبية والأدوية. صحيح. ما يستوي نوع من الهدر، شرم ما أقول لك، أو في بعض الأحيان يستوي عندك طلبات أزيد عن الحاجة، خلنا نكون صريحين. هاي الأشياء يستوي تاريخ عمر الافتراضي أو تاريخ الانتهاء وهي موجودة على الشلف، أنت في هالحال ما تحتاجها. في هالأشياء يتم تحديد بالضبط الأشياء اللي أنت تحتاجها. صحيح. وأيضا أخوي غانم طبعا هذه تماشى مع سياسة هيئة الصحة بدبي وتوجيهها طبعا الاستراتيجي بخصوص موضوع يعني توفير خدمات ذكية في الهيئة. ودائما يعني نحن نعرف بأن النظام الصحي أو الخدمات الصحية في تطور سريع، سواء يعني على مستوى الخدمات أو مستوى الأدوية حتى على مستوى الأجهزة. فأتوقع بأن النظام هذا بيكون يعني من الأنظمة الحيوية واللي بتساعد الحقيقة يعني هيئة الصحة بدبي في تسهيل إجراءاتها في جميع الجوانب أو الخدمات الذكية. بلا شك نحن عبد الله حاولنا نحط المعايير العالمية
لهذا النظام على أساس أنه يتم تطويره في المستقبل بطريقة تتناسب مع الأشياء اللي تستوي عندنا في هيئة الصحة من ناحية تطوير التخصصات الطبية، من ناحية الطلبات اللي يتم عن طريق الأطباء اللي موجودين على مستوى عالمي. يعني ما بيكون شيء مختلف عن اللي موجود في أمريكا، ما بيكون شيء مختلف عن اللي موجود في اليابان. هذا الكود أو هذا الرقم اللي بتم توفيره هيئة الصحة بيكون موحد عالميا، يعني على طول أنت من تقدر تطلب هالشيء تطلبه بكل سهولة. اللي أحب أضيفه، على تم التعاون ويا تقريبا 183 شركة مصنعة عالمية على أساس أن تطبق هذا الكود أو هذا الرمز اللي تستفيد من هيئة الصحة لسهولة طلبة من الشركات العالمية. كذلك تم التعاون ويا 42 مصنع ومورد محلي لسرعة الطلب وتوفيرهم للمستشفيات. نعم طبعا أستاذ غانم، أكيد هناك شركاء للهيئة في تطبيق أو في يعني تطوير كثير من الخدمات الذكية لهيئة الصحة بدبي. لو تحدثنا على السريع عن شركاء الهيئة بالتخصيص في هذا البرنامج نظام ترمس. طال عمرك من أهم الشركاء عندنا حكومة دبي الذكية. نعم. هاي صراحة الخبرة اللي عندهم في الخدمات الذكية قام التعاون مع القطاعات المختلفة في هيئة الصحة على مستوى الأطباء وعلى مستوى الممرضين أو على مستوى إدارة المعلومات المشتريات المالية، تم التعاون مع كافة هذه القطاعات بإشراف هيئة الصحة دبي وبالتعاون مع حكومة دبي الذكية، وتم الحصول على هذا المشروع المميز صراحة اللي نقدر نسميه ترميد. إن شاء الله بيخدم هيئة الصحة والقطاع الصحي كامل. صحيح. أستاذ غانم عبد الله لوتام، مدير إدارة الأصول والممتلكات بهيئة الصحة بدبي. الحقيقة نشكرك أستاذ غانم على وقتك، وأيضا نبارك لكم اليوم إطلاق هذا أو هاي المبادرة في معرض جايكس 2020 نظام ترميز. كل الشكر لك، ودائما موفقين، وهيئة الصحة بدبي دائما في تقدم ودائما في رقي. شكرا لك وشكرا لفريق عملك المبدع. ألف شكر يا سيدي، شكرا جزيلا. شكرا مستمعين الأعزاء، ومع يعني من بعد فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي ومشاركتها اليوم في معرض جايتكس لإطلاق نظام ترميز، عندنا مصطلحنا الطبي لهذا اليوم تحت عنوان الخرف الوعائي، هو مصطلح يعبر عن المشكلات التي تصيب التفكير المنطقي والتنظيم وأيضا إصدار الأحكام والذاكرة وغيرها من عمليات التفكير الناجمة عن تلف الدماغ الناتج عن ضعف تدفق الدم إلى الدماغ. وأيضا من الممكن أن يحدث الخرف الوعائي بعد حدوث سكتة دماغية تؤدي إلى انسداد في أحد شرايين الدماغ، ويعتمد ذلك على حدة وخطورة السكتة الدماغية ومكان حدوثها. كما يمكن أن ينجم الخرف الوعي عن حالات أخرى تتسبب في تلف الأوعية الدموية وإعاقة الدورة الدموية، وهذا ما يؤدي إلى حرمان الدماغ من نسبة الأكسجين والعناصر المغذية الحيوية التي يحتاجها. بناخذ مستمعينا الأعزاء معكم فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان أطعمة تقلل حموضة المعدة. خلكم ويانا ونقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. ونرحب دائما بتواصل مستمعينا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومعنا الآن فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان أطعمة تقلل حموضة المعدة.
الكثير يعاني، الحقيقة يعاني الكثير من الناس من مشكلة حموضة المعدة أو بما يسمى بحرقة المعدة، وهي الشعور بالحرقة في منطقة الصدر، وقد يمتد إلى الحلق في بعض الأحيان، ويرافقها الشعور بمذاق مر أو حامض في الحلق، وقد يستمر هذا الشعور من عدة دقائق إلى ساعات، وعادة ما تسوء الحالة بعد تناول الطعام، وتحدث عن هذه الحالة بسبب ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء. ومثل ما ذكرنا بأن الكثير من الناس تعاني من هذا الموضوع، والحديث اليوم عن هاي المشكلة الصحية يسرنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة ريناد إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة ريناد، صباح الخير والسعادة. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة بعد الإجازة إن شاء الله. الله يسلمك ويعطيك الصحة والعافية. أستاذة ريناد، مثل ما ذكرنا بأن هاي مشكلة الحقيقة يعاني من الكثير، حابين نتعرف على أسباب حموضة المعدة بشكل عام. تمام. هي بالعادة سبب حموضة المعدة مشكلة شائعة تواجه عدد كبير من الناس، وقد تتفاقم إذا شعر بها الفرد سواء في الحلق أو في الصدر. نعم. ففي الأغلب يكون هذا نتيجة حموضة المعدة والإصابة بالارتجاع الحمضي احنا بنسميها. ومن المعروف أن حموضة المعدة لها الكثير من الأسباب، من ضمنها التدخين ممكن أنه يساعد أو يكون عامل رئيسي لحموضة المعدة، من بعدها زيادة الوزن، النظام الغذائي الغير صحي، وأيضا بعد إصابة بالأمراض المختلفة. وأيضا هناك أسباب أخرى. من المجمل فإن الحموضة تبقى مزعجة لكل من يعاني منها. صحيح. وفيما يلي سنرصد لكم أهم الطرق الطبيعية المفيدة لعلاج حموضة المعدة، والتي تتمثل في تناول أطعمة ومشروبات تقلل هذه الحموضة. من هذه الأطعمة التي تساعد على تقليل حموضة المعدة من ضمنها الشوفان، فدقيق الشوفان يساعد على تخفيف حموضة المعدة والتخلص من الارتجاع الحمضي، حيث يمكن تناول أيضا الشوفان مع الزبيب. الثاني الزنجبيل، يساعد الزنجبيل على علاج الحموضة في المعدة، فهو يحتوي على الخصائص المضادة للالتهابات ويعمل على التخلص من مشكلات الجهاز الهضمي، ولهذا ينصح بتناول الزنجبيل الأخضر عن طريق إضافته إلى الأكلات المختلفة والعصائر. أيضا السلطة الخضراء، السلطة الخضراء من أفضل المأكولات التي ينصح بها لتقليل حموضة المعدة، ولكن يجب مراعاة عدم إضافة الطماطم والجبن أو المايونيز أو الزيوت إذا كنت تعاني من الحموضة، وعليك استبدالها بالقرنبيط والبروكلي والهيليون والفاصوليا الخضراء والبازلاء وأيضا البقدونس والكرفس، يعني تكون سلطة خضراء تماما. وأيضا من ضمن الأطعمة الموز، يساعد الموز على تخفيف الحموضة ويتناسب مع هؤلاء الذين يعانون من الارتجاع الحمضي، ولهذا فإن إضافة الموز إلى النظام الغذائي يساعد على الوقاية من المشكلات الهضمية. هاي بالنسبة للأطعمة. وأيضا هناك بعض المشروبات التي تساعد على تقليل حموضة المعدة، من ضمنها الحليب. وأيضا في بعض الأحيان قد يسبب الحليب زيادة الحموضة. صحيح. على حسب، فيفضل تناول الحليب يكون قليل الدسم، والحليب يحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم فيساعد على تهدئة حموضة المعدة، فينصح بتناوله حليب بارد عند الشعور بالحموضة الطارئة، ويفضل أن يكون قليل الدسم أو خالي الدسم في حالة الحموضة. وأيضا عصير الموز، الموز يحتوي على نسبة كبيرة من الألياف يساعد على امتصاص العصارات الهضمية. وأيضا يوجد التفاح وخل التفاح، يعتبر خل التفاح والتفاح من العلاجات الفعالة لحموضة المعدة، فعلى الرغم من أن التفاح حمضي بطبيعته إلا أنه يحتوي على أحماض وأنزيمات تساعد في تحييد الحموضة الزائدة للمعدة. ها هي بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على تقليل حموضة المعدة. وأيضا هناك عادات تساعدنا في التخلص من هذه الحرقة. نعم. مثل تناول وجبات صغيرة بدل تناول الوجبات الكبيرة، تجنب ممارسة الرياضة بعد الوجبات مباشرة، تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل وخاصة الوجبات الدسمة، الحفاظ على وزن صحي وخسارة الوزن الزائد، وأيضا ممكن رفع الجذع قليلا أثناء النوم باستخدام وسادة، ومعرفة بعض الآثار الجانبية للأدوية، لأن بعض الأدوية ممكن كمان تؤدي إلى حموضة المعدة. نعم. الأستاذة ريناد إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. العفو، شكرا لكم. شكرا. مستمعين الأعزاء، مثل ما ذكرت الأستاذة ريناد بأن الثقافة
يلعب دور كبير جدا في موضوع إذا عندك مشكلة في حموضة المعدة، مثل ما ذكرت لابد أن يكون يعني تتناول أطعمة اللي ما تساعد في يعني زيادة الحموضة في المعدة، وذكرت أشياء كثيرة اللي يعني ممكن من خلالها أن الإنسان يتجنب هاي المشاكل اللي تستوي له بشكل يومي. ومن بعد فقرة التغذية والأطعمة التي تقلل من حموضة المعدة بناخذ آخر فقرة من فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأفاضل عن صحة الطفل، واليوم تحت عنوان الإمساك عند الأطفال. يعتبر دائما الإمساك أحد المشكلات الصحية الشائعة لدى الأطفال والتي يجب على الأمهات التنبه لها ومعالجتها لتفادي مضاعفاتها، لأن في حالة إذا ما تم التنبه لها ومعالجتها في البداية طبعا تستوي مضاعفات سلبية على الطفل، وما قد تسببه من إزعاج وبكاء الطفل بشكل مستمر. لأهمية الموضوع والحديث عن هذا هاي المشكلة معنا اليوم الدكتورة هالة خليفة الكتبي، أخصائي أول أمراض الأطفال بهيئة الصحة بدبي. الدكتورة هالة صباح الخير. صباح النور. مرحبا دكتورة. الحقيقة يعني فعلا تعتبر مشكلة الإمساك عند الأطفال مشكلة شائعة، وفي كثير من الحالات أيضا يعني تجعل الأم قلقة، فلو تعطينا فكرة عامة دكتورة عن هاي المشكلة الصحية اللي يعاني منها الأطفال وشو أسبابها؟ صحيح، هي مشكلة شائعة الحدوث عند الأطفال. نعم. بمختلف تطورهم النمائي يعاني منها أهالي مع أطفالهم، ومحتاجين نحن نعلم كيف الأهالي كيف ينتبهون لعلامات الإمساك لدى الأطفال، وكذلك كيفية الاستجابة لها، ومتى يحتاجون أن يلجؤون للطبيب. صحيح، وهي جوانب دكتورة بعد وايد مهمة، لأن مرات يعني يكون الطفل يعني يصيح ولكن ما حد يعرف شو مشكلته. صحيح. غالبا نعم. هذول الأطفال اللي ما يقدرون يعبرون عن نفسهم. صحيح. الأطفال اللي هم الصغار، لكن الطفل اللي شوية أكبر ممكن تكون عنده أعراض أخرى ممكن الأهالي ينتبهوا لها إذا حابين نتكلم عن أعراض الإمساك لدى الأطفال. نعم دكتور أكيد. طيب، عادة الأطفال عندهم اللي هو التعلم اللي هو الحاجة لأنه يذهب للحمام. في علامات أن الطفل يعني تخليه مثلاً نحن كأهالي نفهم أن هذا الطفل عنده استعداد أن يتعلم كيف يروح الحمام، عرفتي؟ نعم. الطفل هذا لما يبدي هذا الاستعداد يتعلم كيف يروح للحمام، يتعلم كيف عملية التبرز تكون عنده عملية التبرز تحصل بصورة طبيعية، نعرف نحن كأهالي روتين هذه عملية التبرز، نبدأ نعرف نحن متى هذا الطفل مثلا تكون عنده مشكلة، فبالتالي الطفل مثلا إذا قلت عنده عملية التبرز مثلا الطفل مثلا متعود يسوي عملية التبرز كل يومين، فإذا زادت عن هذا المعدل تأخرت فنحن نعرف أن هذه بوادر إمساك. صحيح. لما يكون البراز مثلا يكون قاسي تكون عملية التبرز عند الطفل مؤلمة، هذه أيضا من علامات الإمساك. إذا كانت مثلا كمية أو حجم البراز كتلة البراز تكون كبيرة تسبب ألم للطفل أو تسبب لا سمح الله شرخ في فتحة الشرج أو نزول دم، هذه كذلك من علامات الإمساك لدى الطفل. نعم. فهناك علامات يعني من هذه العلامات يعني الطفل ممكن يصاحبه كذلك ألم أثناء التبرز، آلام في البطن، ممكن يكون عنده كذلك انتفاخ في البطن، هذه كلها العلامات ممكن تدل الأهالي أن هذا الطفل عند الإمساك، بالتالي يبادرون أن يحلون المشكلة هذه.
صحيح. وأيضا دكتورة مثل ما تفضلتي بأن يعني مرات ممكن بعض الأعراض تكون واضحة لدى الأطفال، ولكن مثل ما ذكرنا في البداية اللي هم أعمارهم يعني صغيرة يمكن يصعب عليهم يعني معرفة الأعراض. وأيضا هناك سلوك يعني من بعض الأمهات أن يعني تقول أني أنا ما أبغي أودي المستشفى الحين، فيلجؤون إلى الصيدلية أو يعني عمل بعض الأعشاب وما شابه ذلك. فشو تنصحين في هذا الجانب دكتورة؟ وأيضا يعني لو تخبرينا متى ممكن أن الأم تلجأ بمراجعة الطبيب في يعني حالة يعني وضوح الأعراض عند الطفل؟ طبعا الأم في البيت تحاول مع الطفل أنها مثلا تعالج هذه الأمور. فالأمور اللي ممكن نحن نساعد فيها الطفل أن نخفف الأمساك عليه، أن نحن نعلم الطفل أنه متى ما حس بالحاجة إلى التبرز أنه يروح الحمام، أو نحن نحاول أن بعد مثلا ما كل الوجبة الطفل سواء وجبة الأفطار أو وجبة الغداء أو وجبة العشاء، يحاول أن الطفل يروح الحمام مدة 10 دقائق، يحاول مثلا أنه يتبرز. هذه من المحاولات السلوكية اللي ممكن تساعد الطفل أن نقلل من الأمساك. صحيح. أوكي. ثانيا الأمور الأخرى أن نحن الوجبة اللي نقدمها للطفل تكون غنية بالألياف، الخضار، الفواكه، الحبوب، هذه الأمور تكون غنية بالألياف تساعد على تلين البراز، وبالتالي ما يكون عندنا براز قاسي أو صلب. وكذلك كمية السوائل في الوجبة، يحاول أن الطفل يكون يشرب كمية كافية من السوائل، أهمها الماء خلال اليوم. الأطفال عادة يكونون لاهين باللعب، منشغلين، ينسون حاجتهم لشرب الماء، أو ممكن يعني ما يكون منتبه لحاجته اللي هي للتبرد أو يتجاهلها، بالتالي يحصل الأمساك. لأن تجاهل الطفل المستمر لحاجة التبرد يتكون عنده براز صلب، بالتالي لما يروح للتبرد تكون العملية التبرز مؤلمة وتكون قاسية، ممكن تخلي الطفل بسبب هذا الألم أو بسبب قسوة البراز أو بسبب أنه حصل الجرح لا سمح الله أنه يتجنب يروح الحمام. صحيح. أيضا دكتورة يعني أنت تطرقتي نقطة مهمة جدا بأن يعني نوعية الغذاء يعني التغذية أو الأغذية اللي فيها نسبة الألياف ممكن تساعد، ولكن يعني خلنا نكون نتكلم في جانب واقعي أكثر. يعني اليوم الأطفال أكثرهم وجباتهم يمكن ما تكون وايد صحية بالطريقة اللي نحن نحتاجها، أو عفوا بالطريقة اللي نحن نباها، يعني يكون فيها ألياف أو تكون متوازنة يعني. ولكن نسبة لو تلاحظين السكريات والحلويات كثيرة في وجبة الأطفال، كيف ممكن يعني الأم تتفادى هاي المشكلة الصحية عند الأطفال؟ طبعا هذه الأمور نحن نواجهها كأطباء، ودائما نركز عليها في الاستشارات الطبية، أن نحن دائما ننصح بالتغذية الصحيحة السليمة الصحية. نقلل من الوجبات اللي هي السريعة اللي فيها سكريات عالية، اللي تكون فيها كمية العناصر الغذائية أقل، ونشجع على أن الطفل يقدم له الأشياء المفيدة، الخضار، الفواكه، بشكل ممكن يكون الطفل هذا تعود على هذا النمط سابقا، ولكن بالتدريج وبالتشجيع بالمحاولات ممكن الطفل حتى بإدخالها مثلا سكريات هذه الأغذية ممكن الطفل يبدأ يتعود عليها ويتقبل طعمها ويعتبرها من يعني روتين اليومي في وجباتها. طبعا أنا ما أشجع أن الأم لوحدها تروح الصيدلية، أنت سألت طرقت لهذا السؤال. صحيح. ما أشجع أن الأم لوحدها تروح الصيدلية مثلا تشتري أي حاجة ممكن الـ مثلا تساعد على موضوع الأمساك، أو أنها تروح تلجأ للأعشاب، لأن نحن عادة الأسباب الأسباب اللي ممكن تؤدي للأمساك احيانا اغلبها نسبه يعني 95% من الاسباب الشائعه للامساك هي اسباب تتعلق بالعادات الغذائيه او السلوكيه لدى الطفل. صحيح. ذكرنا هذه الاشياء. نعم. لكن 5% تقريبا من هذه الاشياء تكون
أو الأسباب تكون أسباب عضوية. فنحن لا سمح الله إذا كانوا في محاولاتنا نحن بالعادات الغذائية بالعادات السلوكية تغييرها ما استجاب الطفل، نحن ممكن نلجأ للطبيب، بالتالي الطبيب يكشف ياخذ التاريخ المرضي للطفل، يكشف على الطفل، يحاول يكتشف إذا كانت في أسباب عضوية أخرى لا يعني ممكن معالجتها بطرق أخرى. عرفت؟ صحيح دكتورة، أنت يعني تفضلتي بأن تعتبر هاي الحقيقة يعني من المشاكل عند الأطفال، فلو نتحدث دكتورة عن عوامل الخطورة لهاي المشكلة، وأنت تطرقتي يعني خلال حديثك بأن نوعية الغذاء وقلة أيضا الطفل للنشاط البدني قد يزيد من المشكلة، لو نتكلم في هذا الجانب دكتورة. صحيح، الطفل طبعا العادات الغذائية جدا تأثر، إذا كانت العادات الغذائية للطفل مثل ما ذكرنا عبارة عن وجبات سريعة، عبارة عن أكل يعني سكريات عالية، ما في عناصر غذائية، ما في ألياف، ما في خضار، ما في فواكه. صحيح. ما في سوائل في وجبة الطفل، هذه النظام الغذائي يلعب دور في الإمساك. كذلك الروتين الطفل، الطفل اللي هو دائما جالس في البيت وراء الأجهزة على الكمبيوتر، ما في حركة في اليوم، ما في نشاط، حركة الأمعاء تقل لأن الطفل هذا ما يتحرك، ما يبذل مجهود، ما في رياضة، ما في سلوك يعني مجهود بدني، بالتالي الأمعاء تقل حركتها. بين يعني العكس صحيح، الرياضة المجهود البدني يحرك الأمعاء، بالتالي تقلل فرص الإمساك عند الطفل. صحيح. نحن ذكرنا هذه الأشياء، العادات السلوكية، العادات الغذائية. الأسباب الأخرى ممكن يكتشفها الطبيب إذا كان الإمساك هذا ما في استجابة مع تغييرنا للنظام الغذائي أو تغييرنا للروتين البدني للطفل. سوينا هذه الأشياء، الطفل لا زال إمساك، لا زال في ألم، لا زال في انتفاخ، لا زال في لا سمح الله دم يعني في مشكلة عنا ما قدرنا نعالجها، نلجأ للطبيب، بالتالي ممكن نكتشف الأمور الأخرى العضوية، ممكن صحيح. تكون أدوية مسببة هذه الإمساك، أشهرها الحديد، ممكن تكون حساسية، العائلات اللي عندهم حساسية إكزيما من حليب البقر مثلا ممكن يكون عندهم بوادر إمساك، ممكن كذلك في بعض العوائل الإمساك موجود يكون سبب عضوي، فممكن نكتشف هذه الأمور. نعم دكتورة، طبعا أكيد من خلال حديثنا يعني معاك واستعرضنا يعني المشكلة هاي، شو أعراضها وكيف يتم يعني علاجها والتجنب منها أيضا، فأكيد دور الأم دكتورة هالة كبير جدا في هذا الموضوع. لو على السريع تعطينا بعض النصائح اللي توجهينها للأمهات في هذا المجال. النصيحة للأمهات نقدمها بأنها تنتبه للطفل خلال اليوم، العادات الغذائية، لروتين النشاط اليومي، نشجع الطفل إذا كان مثلا طول اليوم جالس نشل الأجهزة، نشل الأمور اللي تخليه مثلا ما يبذل مجهود، نعطيه فرصة ينطلق يبذل مجهود، اللي نشجع أن نوفر له الأمور اللي هي في وجبات اللي تساعده مثلا على أن نقلل الإمساك، الخضار، الفواكه، ندخل له هذه الأمور في أكلاته، ننتبه على الطفل إذا كانت عنده هذه الأعراض، نشجع على أن يصارحنا يتكلم، إذا كان الطفل مثلا استجاب للأمور اللي أم مثلا قالت له إذا حسيت بحاجة للحمام ممكن تروح، فبالتالي الطفل يحصل مكافأة تشجيع كنظام المكافآت. صحيح. فبالتالي هذه الأمور اللي الأم ممكن تحاول على الدوام أنها تتابعها، ممكن في أمور مثلا ممكن نعتبرها مثل أمور تنبيهية للأم أن لا سمح الله كانت في آلام في البطن، انتفاخ في البطن، الطفل مثلا عنده ترجيع، الطفل مش قادر ياكل، لا سمح الله في دم في الخروج، هذه الامور تقول الام ان لا انا احتاج ان اشوف الطبيب
واحتاج ان الطفل ينعرض على الطبيب لنكتشف الكلى. صحيح. دكتورة هالة خليفة الكتبي، طبيب أخصائي أول بهيئة الصحة بدبي، الحقيقة شكرا لك، وشكرا على خدماتكم المميزة الحقيقة اللي تقدمونها لفئة يعني مهمة جدا للأطفال. كل الشكر والتقدير لك وأيضا لفريق عملك المبدع. شكرا دكتورة. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، وبعد فقرة صحة الطفل اليوم تكلمنا مع الدكتورة عن مشاكل الإمساك عند الأطفال، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم مادة علمية ومعلومات صحية مفيدة. وهذا هو دائما مستمعينا الأفاضل نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل اليوم في الإعداد، فريق الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء الهاشمي، وأداء مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.